يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى جواز وضع مصحف صغير داخل خرقة وتعليقه في الصدر بشرط عدم الدخول به في الحمام؟ هذا حرز، هذا من اتخاذ الحروز، ولا يجوز. يجوز تعليق القرآن أو شيء من القرآن، لأن هذا من التميمة، هذه التميمة، هذه هي التميمة عند أهل التحقيق، يقولون ولو كانت من القرآن لا تعلق، لأن الحديث عام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا عام. بعض العلماء يقول لا، إذا كانت من القرآن ومن ذكر الله فإنها تباح، ولكن الراجح الأول. نعم.